مشينا شويه بموضوع الاف دي دي والتي دي دي. هلا بنكمل، بس انا في شغله بالنسبه لموضوع المشاركه اللي الصراحه يعني انا بيراودني شعور انه احنا مش كثير مضطرين لموضوع المشاركه. يعني احنا المشاركه عاده بنعملها مع الطلاب بالسنوات الاولى لانه بكون عندهم مشكله بالغياب وبكون عندهم مشكله بالمتابعه، يعني ربما انهم بحاجه لهذا التحفيز. بتهيألي سنة خامسة يعني احنا اوريدي عندنا تحفيز كافي وعندنا التيرم بروجكتس اللي هو هذا ما بيكونش موجود عند طلاب السنوات الاولى، فاعتقد انه الطالب يعني عنده اشياء كثير اوريدي يعني تساعده انه يركز بالماده وانه يطور نفسه بالماده اكثر من مجرد موضوع المشاركه، وخاصه انه موضوع المشاركه اساسا بيستهلك وقت. يعني المشاركة لما تسمي عدد من الطلاب كل طالب بدك تسأله بدك تسمع جوابه وربما تضطر تعلق على جوابه، خاصة بمادة مثل هاي المادة يعني رح نضطر نعلق على كل الأجوبة. فأنا ما بعرف يعني احنا كنا حكينا لكم عن توزيع معين للعلامات بناء على وجود المشاركة، هل إذا بده يروح المشاركة بده يصير على البروجكت 30 وعلى الامتحان 30؟ هل في حد عنده أي معارضة يا إخوان؟ أنا الصراحة مش كثير مقتنع به. طبعا احنا ما عمري انا عملت مشاركه لماده من هذا المستوى لا بالموبايل ولا بغيره، فكانت راح تكون المره الاولى، وللامانه زي ما قلت انا مش كثير مقتنع يعني بعد تفكير طويل. فهل في حد يعني عنده اشكال لو انه عدنا توزيع العلامات بحيث انه خلص كل شيء يصير على الامتحان وعلى البروجكت بدون اي مشاركه؟ اذا حد بحب يعني يعلق على هذا الموضوع بامكانه يرفع ايده او بامكانه يتكلم دغري. يعني دكتور أتوقع إنه هيك أحسن عشان نعطي وقت أكثر للبروجكت ونقدر نشتغل على أكثر. طيب هذا رأيك يا عبد الله. نعم أشكرك. يعني خاصة إذا في آراء معارضة، يعني الآراء المؤيدة خلص يعني يعتبر مؤيد، يعني فالناس كثير بيانات للتأييد. المهم إذا في حدا عنده معارضة خلينا نسمع وجهة نظره. طيب يبدو لي انه يعني ربما انه ما في معارضه او انه الامر سيان. يعني انا بتهيألي بالنسبه للطالب تقريبا الامر سيان اذا بدنا نتكلم عن العلامات، ما راح يتغير شيء كثير لانه سهوله الحصول على العلامات بالمشاركه تقريبا تعادل سهولتها بالبروجكت، ما يعني ما في شيء اصعب من شيء بشكل واضح، وهي كانت المشاركه اساسا كلها 10 علامات يعني فما كانت راح تغير كثير بالعلامة النهائية. بتغير كثير فقط بحال الطلاب اللي بيغيبوا كثير واللي ممكن انه علامتهم يعني تكون قليلة بالمشاركة. الطلاب اللي بيجيبوا علامات معقولة بالمشاركة اتوقع هي نفس الشيء بمشاركة او بدون مشاركة. طيب اذا احنا ان شاء الله يعني بغض النظر عن المكتوب بالفايل، هلا اذا انا بعدل الفايل او لا يعني هذا ما بيعني انه انا غيرت رأيي بكلامي، انا مش حغير رأيي بكلامي حتى في حال ما حصل مثل الان، يعني في حال أنا ما يصير عندي أي تغيير بشيء متفق عليه مع الطلاب برجع للطلاب كمان مرة. بس طبعا مثل ما قلت قضية الرجوع للمشاركة مرة ثانية ما راح تحصل إن شاء الله بهذا الفصل. ونعود الآن للمادة. هلا بالنسبة للمادة إحنا كنا نتكلم عن الـ TDD والـ FDD وقلنا هذا ضروري بالسيلولر لأنه الجهاز سواء الجهاز أو البيس ستيشن يعني هو بده يتكلم على أكثر من شانل مشان يتيح لنفسه أنه يرسل ويستقبل. وتكلمنا أنه في عنا مجال أنه تكون هاي الشانلز separated in time أو separated in frequency. قد يكون يعني الشائع بالذهن أكثر قبول فكرة الشانل إذا كانت separated بالfrequency بس كفكرة يعني، لكن هي نفس الفكرة ممكن تكون بالtime. طبعا إذا كانت بالtime بيكون في توحيد للfrequency، يكون both channels at the same frequency. لو بدأنا بال FDD طبعا احنا الفقرة الأولى هاي أنا ما راح أعيد منها شيء، تقريبا أنا عدت الآن الملخص المفيد اللي فيها. هلأ بال FDD احنا في عنا الشانل الواحد نعتبره one channel بتكون من two simplex channels أو pair of simplex channels with a fixed and known frequency separation، وهذا يعرف شانل واحد. يعني الآن بكون عندك الشانل تاع الأبلينك مثلاً عند F1 والشانل تاع الداونلينك عند F2 وفي بينهم فرق
ثابت اوكي لكل القنوات اللي تستعمل الابلينك والداونلينك، يعني بين اي ابلينك شانل والداونلينك شانل المقابل لها نفس الفرق الثابت. فالشانل يوز تو كونفي ترافيك تو ذا موبايل يوزر فروم ا بيس ستيشن از كولد ذا فورورد شانل اور داونلينك، زي ما حكينا. يعني احنا بجينا الاشارات من البيز ستيشن، هاي الاشاره بتيجي على التليفون من البيز ستيشن على التليفون. فبالحاله هاي التليفون ريسيفر مش ترانسميتر، بحال كون التليفون ريسيفر هاي الشانل تسمى فورورد شانل او داون لينك. طبعا احنا نستعمل داون لينك بشكل واضح، لكن لا باس لو عرفنا انه هي ايضا تسمى الفورورد لينك او الفورورد شانل. وبالمقابل الشانل اللي بتحمل الترافيك من الموبايل الى البيس ستيشن بنسميها the reverse channel or the uplink. Full duplex mobile radio systems provide many of the capabilities of the standard telephone with the added convenience of mobility. يعني قطعا هذا شيء احنا بنلمسه بالواقع، انه التليفون اللاسلكي او التليفون الخلوي يقدم، هو يقدم حقيقة ميزات اكثر من اللي بالتليفون القديم النظام السلكي. ويعني قطعا يعني فيش اي شيء بيقدمه التليفون السلكي ولا يقدمه التليفون اللاسلكي او الخلوي، بل انه الاخير بيقدم ميزات اكثر بكثير وافضل بكثير. FDD is used exclusively in analog mobile radio systems. طبعا احنا عارفين انه بالانالوج موبايل راديو سيستمز اساسا هي شانلز معرفه على انها FDMA، يعني ما كانش عندهم بالانالوج، ما كانش عندهم TDMA من اساسه، يعني ما فيش تايم ديفيجن، فبالتالي كيف بده يستخدم التايم ديفيجن مع الشانلز؟ ما مش ممكن. الحل الوحيد هو الاف دي دي. فطبعا التايم ديفيجن بده يكون بالديجيتال سيستمز. تايم ديفيجن دوبلكسينج uses the fact that it is possible to share a single radio channel in time so that a portion of the time is used to transmit from the base station to the mobile and the remaining time is used to transmit from the mobile to the base station. يعني عملية الإرسال من البيس ستيشن للموبايل ثم من الموبايل إلى البيس ستيشن بيتموا بالدور بالتناوب. فبالحالة هاي زي ما حكى بالأول إنه إحنا we are sharing the same radio channel. ولذلك إخوان كمان بدي تلتقطوا هاي الفكرة اللي هون، إذا كان قصده إنه هاي الشانل تعرف بترددها بيسمى the radio channel. الآن أنا عندي بالتايم فعلياً عندي two channels، الشانل اللي بتروح من الموبايل للبيس ستيشن هذا طبعاً uplink، والشانل اللي تنزل من البيس ستيشن للموبايل هذا downlink. الثنتين هذول هم مع نفس الراديو شانل، مع إنه هم الثنتين معهم بكونوا هاي الشانل اللي موجودة بين البيس ستيشن وبين الموبايل على طريقة TDD، على طريقة TDD، فبكونوا بالدور. TDD is only possible with digital transmission formats and digital modulation and is very sensitive to timing. أعتقد أن القسم الأول من المعلومة هذا خلص صار يعني معلوم للجميع. القسم الثاني هو قسم طبيعي. ليش؟ لأنك أنت بتتكلم عن أوقات قصيرة جدا، يعني ما بنتكلم هون عن أوقات طويلة بحيث أنه يعني الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالموبايل أو الموجودة بالبيس ستيشن عنده ما يكفي من الوقت، عنده متسع وقت بحيث انه يعني يعرف وين بداية السيجنال وين نهاية السيجنال. احنا عارفين اخوان انه هاي شغل كثير مهم. وحتى اذكركم بنقطة المفروض درستوها مع الدكتور ابراهيم لما اخذته على موضوع الماشت فلترز او الكوريليترز. الريسيفر اللي بيشتغل على مبدأ الماشت فلتر او الريسيف او الكوريليتر بيطلع على قيمة الاوتبوت التاهم تي، تي اللي هو يعني كابيتال تي بقصد أنا، وكابيتال تي هاي هي مدة السم أو مدة البت حسب هل عندك إيماري أو باينري. بغض النظر إيماري أو باينري إحنا ما بعينينا الآن، بعينينا أنه هذا السيمبل بنتهي عند التي، وفي سيمبل بعده بنتهي عند الاثنين تي، وفي بعده عند ثري تي، ثم يستمر الموضوع. فإذا كان الريسيفر بيشتغل صح معناته هو بيطلع أوتبوت عند التي، تماما عند التي، وبيطلع عند التوتي وكل مضاعفات التي. طب قال شو اللي بيصير لو انه طلع الاوتبوت تبعه مش بالضبط عند مضاعفات التي؟
يعني كان في شيفت يمينا او يسار. اللي بيصير ان تطلعوا على الريسبونس تاع الماش فلتر ترجم انه الاوتبوت تاع الماش فلتر ما بيصل للماكسيمم فاليو تبعه الا عند مضاعفات التي. فوضع طبيعي اذا عند غير مضاعفات التي بده يكون اقل، بده يكون اقل. ولما يكون اقل هذا يعني انه نسبه السيجنال باور اللي استلمها الريسيفر صارت اقل، ولما صارت اقل صار قدرته على اخذ القرار الصحيح اقل. كل مكان الاشاره اللي بده يعتمد فيها على يعتمد عليها في القرار يكون القرار اضعف، الاشاره اضعف ويكون القرار كمان اضعف، فبالتالي هذا يزيد من معدل الاخطاء. وانتم عارفين انه معدل الاخطاء بيعتمد على الديستانس ما بين، لو تكلمنا على باينري بتكلم بيعتمد على الديستانس ما بين السيجنال اللي بتمثل ال1 والسيجنال اللي بتمثل ال0. هذا بالسيجنال سبيس دومين، لما ترسم النقطة اللي بتدل على ال1 والنقطة اللي بتدل على ال0 S1 و S0، فبالتالي هذا المسافة اللي بينهم عادة احنا بنسميها دي او 2D حسب يعني انت شو بدك تسميها. طبعا الاسم ما بيغير الجواب، الجواب يبقى ثابت، يبقى نفسه يعني بغض النظر سميت هذا البعد دي او 2D او 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 شيء اي شيء اخر، يبقى الثابت بالموضوع انه كل ما كان هذا البعد اكبر كل ما كان افضل، وكل ما كان اقل طبيعي كل ما كان اسوأ. فاذا احنا بنتكلم عن اهميه كبيره لموضوع التايمينج، اهميه كبيره لموضوع التايمينج. فتخيل الان انه هذا التايمينج اللي هون يعني لسه ادق من موضوع التايمينج تبع الماش فلتر. ليش؟ لانه الماش فلتر بيتكلم عن نفس اليوزر والسيجنال اجت واجت انتهى الموضوع. والمشكلة انه انا يعني كيف بدي اعرف مضاعفات الكابيتال تي فقط، والكل اللي بيصير انه انا قد احصل على سيجنال شوي اقل، او طبعا شوي اقل في شيء او شوي اكبر، يعني انا ممكن اروح شوي على اليمين او شوي على اليسار، بالحالتين بحصل على اوتبوت شوي اقل، سيجنال اوتبوت اقل. طيب هلا شو اللي بيصير لو كان تي دي دي؟ لو كان تي دي دي معناته انت بتحول من ارسال الى استقبال في الوقت الخطا، وهي مشكلة أسوأ من مجرد مشكلة إنه يعني طلع عنده الأوتبوت أقل شوي أو أقل شوي. حد عنده أي سؤال على هاي النقطة يا شباب؟ دكتور؟ نعم. يعني بصير تضخم مثلا بين السيجنال الجيد من اللي رايح من عندي؟ بالضبط، يعني هو بصير محول نفسه لوضعية إرسال بينما هو المفروض يكون بوضعية استقبال، ويعني بالتالي بيبدأ الإرسال تبعه بالوقت الخطأ وبيبدأ الاستقبال تبعه بالوقت الخطأ، فبيصير يستلم أشياء خطأ ويرسل أشياء خطأ. نعم، أي سؤال ثاني؟ دكتور يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا محمد. حسب السؤال، مش حكينا إنه الـ FDD بيستخدم بالأنالوج؟ وممكن يستخدم كمان بالديجيتال، لكن بالانالوج فيش عندهم خيار ثاني. تمام تمام وصلت. نعم، اي سؤال ثاني شباب؟ طيب اذا it is for this reason that TDD has only recently been used. شايفين يعني هو مش recently only recently، ووجود كلمة only هون للتأكيد على أنه موضوع دخول الـ TDD على الاستعمال العملي كان لابد أن يأخذ بعض الوقت على أساس التكنولوجيا تقدر تواكب المتطلبات، خصوصاً موضوع Synchronization. هذا بنسميه Synchronization Issue، أنه يكون حساس للتايمينج. فلما يعني عبين ما استطاعت التكنولوجيا، ويعني هون يمكن مناسب أقولكم أنه كلمة التكنولوجيا يعني الآن بالوقت الحاضر من مدة يعني مش من اليوم، لكن لا زالت لغاية اليوم يعني تستعمل بشكل فضفاض، ويعني مرات الصراحة مش بس فضفاض لدرجة أنه مستفز حقيقة. كلمة تكنولوجي أو تقنية باللغة العربية هي يعني تلقائيا بتعني أنه في إشي engineering في الموضوع، يعني في devices، في تطوير لدوائر عملية، في أشياء من هذا القبيل، هذا المقصود بالتكنولوجيا، يعني فيها صناعة، فيها إشي هاردوير بنعمل.
فأنا بقبل يعني يكون عندنا تكنولوجيا السيارات وتكنولوجيا الطيارات وتكنولوجيا الانتجريتد سيركت وتكنولوجيا الحاسوب، كل هذا تكنولوجيا صحيح ما في عليه أي غبار، لكن صار الآن يروح يعمل لك أبليكيشن على الموبايل، الله أعلم بتسوق لإيش ولا بتجمع معلومات عن إيش ولا شو بتسوي، إشي مفيد على الإطلاق يعني الله أعلم، وبقول لك والله تكنولوجيا اللي مش عارف شو. فطبعا إحنا كونا مهندسين إخوان لازم نكون أدق من باقي الناس. أنا ما بلوم عامة الناس لما إنه يستوعبوا إن التكنولوجيا فيها أشياء مثل هذول اللي بيعملوهم الناس اللي مش فاهمين شيء، إحنا بالنسبة لنا فاهمين. فهو لما يقول لك تكنولوجيكال مثلا تكنولوجيكال ادفانسمنتس، معناته في شيء، في تطوير، في صناعه بالموضوع، في هاردوير، في شغل، شيء مش شغل ولا تطبيقات وشغلات زي هذا، هذا مش تكنولوجيا. فالمهم لما استطاعت التكنولوجيا تواكب متطلبات التي دي دي، صار التي دي دي يعني قابل للاستعمال، ويعني بدأوا في استعماله for indoor or small area wireless applications where the physical coverage distances and thus the radio propagation time delays are much smaller than many kilometers used in conventional cellular telephone systems. طبعا السيلولار عامة تكلمنا عن cells مسافاتها بالكيلومتر، أوكي مسافات طويلة جدا، هاي المسافات الطويلة جدا تحتاج إلى delays عالي. قطعا الإشارة يعني تقطع مسافة أمتار قليلة، 3-4-5 أمتار، أقل في زمن أقل بكثير ما تقطع كم من كيلومتر، مظبوط ولا لا؟ يعني عندك آلاف الأضعاف، آلاف الأضعاف. فهذا اللي خلى الـ TDD قابل في البداية، قابل للاستعمال بالتطبيقات اللي هي الإندور. الإندور يعني داخل المباني، داخل المباني بتكون المسافات أقصر بكثير من خارج المباني، المسافات المفتوحة أو حتى غير المفتوحة، ما له دخل في وجود عمران أو مناطق مفتوحة، بالحالتين بتكون المسافات طويلة نوعا ما. فيعني بدأت التطبيقات تظهر بالإندور بالبداية ويدخلوا عليها التي دي دي. هاي النقاط المهمة بالموضوع، إنه بالفريكوانسي ديفيجن دوبلكس the bandwidth is split into two separate parts، واحد للأبلينك وواحد للداونلينك. يعني إشارة الأبلينك لا تتصاحب مع إشارة الداونلينك خلال نفس الترددات أبدا، وتستطيع أن تنتقل الإشارتان في نفس الوقت، ما في مشكلة بالمرة. الواقع بالتي دي دي إنه التي دي دي أي شانل من التو شانلز تستطيع أن تستخدم كامل الباندويد، ولكن الإشارتان لا تتزامنان أبدا، فبيشتغلوا بالتناوب. اوكي وهذا يعني كمان خلينا نحكي لكم انه نوع من انواع نوعين هم الاثنين، يعني نوعين من انواع الاورثوغوناليتي. هلا الاورثوغوناليتي لها قصه طويله عريضه مع الانظمه الاتصالات، خصوصا ما يتعلق بالمالتيبل اكسس وموضوع اعطاء الادوار واعطاء الحصص وما الى ذلك. بالوايرلس مشهور جدا تعبير الريسورسز. الريسورسز طبعا انتم بتعرفوا يمكن فكره مبدئيه عن الريسورسز بأنظمة الاتصالات اللي هي الباور والباندويد، هذا فقط البداية أخوان، هذا البداية مشان الإنسان يكون مهيئ. هلا مفهوم الريسورسز بالموبايل خاصة بالأجيال الحديثة جدا من الموبايل صار مفهوم يعني في غاية لا أقول التعقيد إنما أقول في غاية الغنى، يعني صار إله جوانب كثير كيف تتطلع له، وصار أنواع الريسورسز هي أنواع كثيرة وطرق توزيعها أنواع كثيرة برضو، وصار في تباين شديد ما بين انك تعتمد هاي الطريقه للتحكم بالريسورسز وتوزيع الريسورسز او تغيرها الى طريقه اخرى، صار بياثر على كل شيء، وصار كل نوع من التطبيقات حقيقه بده طريقه توزيع مختلفه عن التطبيقات الاخرى وما الى ذلك. لسوء الحظ هذا موضوع واسع جدا ومتقدم يعني، فاحنا صعب علينا انه نخوض فيه، ربما نعطي بعض المقتطفات هون وهون لما يكون يعني في إشي له علاقة، لما نمر على إشي له علاقة بهذه الأمور. طبعاً بالأجيال الحديثة من الأنظمة الخلوية، ولأنه الأنظمة الحديثة هاي يعني هي تتعمق أكثر في مجال الديجيتال، يعني هي بدأت ديجيتال من السكند جينيريشن، وهذا يعني الترند قائم لغاية الآن،
والله أعلم أنه سيبقى قائما، يعني ما دام النظام الخلوي نفسه قائم. فـ TDD صار هو الطريقة تقريبا الوحيدة أو المفضلة لنقل زي ما هو مكتوب للأجيال الحديثة والأجيال القادمة من الـ من الـ من الوايرلس، وهذا بسبب وجود دعم كافي من التكنولوجيا، وطبعا بسبب الميزات اللي بعطيها زي ما قلنا بالنسبة للـ FDD. يعني كان في مشكلة ب موضوع الترددات وانه بدنا نعمل دوبلكسر والانتنز والقصص هاي، الا ما في حاجه نغير اي شيء، يعني هو بيعمل سويتشنج في نفس الوقت، ما بيرسل ولا بس يعني بيرسل فقط ولا يستقبل، او بيستقبل فقط ولا يرسل، فمش في حاجه لكل الامور اللي كان بتطلبها ال تي في دي. وموضوع السينكرونايزيشن بالتاكيد من المواضيع اللي القائمه، ولو انه يعني زي ما قلنا كل ما تطورت التكنولوجيا بتصير الإمكانيات أفضل. طيب هلا نيجي للنظام الخلوي، نظام التليفون الخلوي. هذا النظام بعطي wireless connection to the public switch telephone network اللي هو PSTN for any user location within the radio coverage of the system. هاي العبارة البسيطة فيها معلومات كثيرة جدا. أول إشي المعلومة الأولى اللي فيها إنه إحنا في عنا إشي اسمه الـ PSTN الـ Public Switched Telephone Network. انتوا عارفين إنه النظام التليفوني في البداية بدأ على النظام السلكي، هاي حقيقة، وهاي الحقيقة ترتب عليها بناء يعني كمية هائلة، كمية فلكية حقيقة من الـ Infrastructure في كل الدول، ليس في دول دونا عن دول أخرى، في كل الدول. وهذا يعني كان مجال لإنفاق المليارات وربما مئات المليارات ربما ألوف المليارات من أي عملة بدك إياها، وهذا استثمار هائل صار في المجال السلكي. ناهيك إنه هذا النظام السلكي، هذا النظام المبني على استعمال الأسلاك والكوابل وما إلى ذلك، يعني ما صفى فقط على مستوى مثلا دولة بذاتها، على مستوى اتصالات دولة الوحدة. انت بالأردن تستطيع ان تستخدم التليفون للاتصال بأي انسان موجود على وجه الأرض، وهذا يعني انه تم ربط الدول وتم ربط القارات وتم ربط المناطق المتباعدة بكل هاي الشبكة السلكية، وهذا كله قبل ما يجي النظام اللاسلكي ولا النظام الخلوي بالذات تم هذا الربط. ويعني بعض الإخوة أخذوا معنا أوبتيكال فايبر قريبا بالفصل الماضي، وقلنا لهم انه القارات مربوطة بأنظمة كوابل بحرية، وهاي الأنظمة الكوابل البحرية يعني مكلفة شغل هائل ومكلفة أموال هائلة وبدها يعني دعم هائل عشان تظلها شغالة، وبتحمل كمية هائلة طبعا من المعلومات. المعلومات اللي بتحملها الأوبتيكال فايبر كيبلز يعني هي ملايين الأضعاف من الكميات اللي بيحملهم مثلا سلك تليفون سواء ارضي او طبعا في سلك تليفون خلوي، سلك التليفون الارضي، وحتى الوايرلس لينك الاوبتيكال فايبر بيحمل الاف الاضعاف من المعلومات اكثر منه. فيعني ما في اي مجال للاستغناء عن هاي الشبكه، وكل البلدان يعني زي ما قلنا استثمرت بهذا الامر. فالبي اس تي ان موجود وراح يضلها موجود، وإلى ميزة كبيرة هاي الـ PSTN غير اللي حكينا إنه يعني وقضية الاستغناء عنها يعني لا تبدو فكرة عملية، لا تبدو فكرة عملية أيضا من ناحية يعني إنك أنت تستغني عنها وتجيب إشي بديل إلها، معناته بدك تغير أشياء كثير حتى لو استبعدنا موضوع الاستثمار والمليارات. يعني الآن ترقيم التليفونات مثلا كل حدا في له رقم تليفون، هذا مبني على شو؟ مبني على أسس معينة صارت متداولة بأنظمة الاتصالات، والأنظمة السلكية بتعرف هاي الشغلة، والPSTNs كلها بتعرف هاي الشغلة، وبتعرف تصل لأي رقم سواء كان في البلد نفسه أو في بلد آخر. هذا صعب تغييره الآن، شو بده يحل محله؟ بده يحل محله شيء يعني بده تطوير من الزيرو. فكان الحل الأنسب لما صار الخلوي بده ينتشر إنه يصير الخلوي جزء من الـ PSTN وليس بديلاً عنها. طيب هاي وضعية مهمة، يعني النظام الخلوي
هو جزء من الشبكة العامة للاتصالات التليفونية وليس بديلا عنها. وبالتالي انت لما تيجي تكلم واحد بدولة عربية اخرى بالتليفون اللاسلكي بترن عليه لاسلكي وهو بيرد عليك لاسلكي، لكن واقع الامر انتوا الاثنين بتحكوا من خلال البي اس بي ان. احنا طبعا قلنا انه لو كان عندك تليفونين خلويين موجودين في نفس المدينة او في نفس البلد صح تتكلم من خلال البيس ستيشنز، وممكن اشارتك تكون توتالي وايرلس يعني ما عمرها تفوت باسلاك. ممكن طبعا تفوت باسلاك، هلا بقول لكم امتى، بس هنفترض مؤقتا انه هي ما بتفوت باسلاك طالما انت بتتكلم عن نفس الشبكه الخلويه في نفس البلد. طيب لما تروح على دول اخرى، دول اخرى بده يكون في ربط دولي، وقد تكون الدول الاخرى هي بعيده وربما في بينهم قارات ومحيطات وبحار وما الى ذلك، وهون تيجي البي اس دي ان بتسعفنا في عمليه الربط بهذا الشان. هلا مشان بس ما يضل هاي النقطه هاي عائمه، لما قلت انا تحكي مع نفس النظام الخلوي بتتكلم كله وايرلس، هو مش بالضروره يعني البيس ستيشنز مثلا نفترض في محطه موجوده بشرق مدينه اربد ومحطه ثانيه بجنوب شرق مدينه اربد، ممكن المحطتين هذول يكون الربط بينهم مثلا اوبتيكال فايبر. هذا الكلام راح يتكرس اكثر بالاجيال الاحدث، ليه؟ لانه مستوى البتريتس بده يرتفع، وبالتالي ما الوايرلس ما بتحمل البتريتس العالي جدا جدا، يعني لابد من الاوبتيكال. وطبعا احنا عارفين انه البيس ستيشن إذا ارتبطت ببيس ستيشن آخر ما بترتبط معه مشان تودي إشارة ون يوزر، هي بتودي إشارة كل اليوزرز اللي عنده، عدد هائل من اليوزرز. ولذلك لو كان كل واحد مثلا عنده 50 ميجابت بير سكند في 100 يوزر هاي صاروا 5000 ميجا، يعني صار رقم هائل نظام الوايرلس مش راح يتحمله. ولذلك الربط ما بين البيس ستيشنز يعني قل ما إنه يكون لاسلكي، بل المألوف أنه يكون بده يعني طرق تتحمل بتريتس عالي جدا حتى يستطيع أنه ينقل. طيب اللي حكينا أنه إذا السيلولر تليفون provides wireless connection to the public switch telephone network for any user location within the radio coverage of the system, radio range of the system أو radio coverage of the system. هاي لابد ايضا انه ناكد عليها، واحنا امبارح يعني المره اللي فاتت حكينا شوي وقلنا هاي من الكي اسبيكتس للسيلولر، انه اشاره السل الواحد الاشاره الموجوده بالخليه الواحده يعني يفترض انه هي ما بتطلع برا السل كثير، هي بجوز تطلع لها شوي لكن يفترض انه يكون الاشاره بالدرجه الاولى موجوده بالسل ومش بريت السل. طبعا اكيد اكيد هاي الاشاره مش لازم توصل للاذر سيلز اللي بتستعمل نفس الفريكوانسيز مشان ما يصير عندنا مشكله انترفيرنس. طيب سيلولر سيستمز اكوموديت ا لارج نمبر اوف يوزرز اوفر ا لارج او جيوغرافيك اريا وذين ا ليميتد فريكوانسي سبيكترم. كل هذا الكلام احنا حاكينه، فلذلك ما بدي اعيد فيه كثير، يعني انما ملخص انه النظام الخلوي بده يربط عدد كبير من الناس في منطقة واسعة جدا باستخدام كمية مقننة من الترددات، ما عنده unlimited bandwidth. ولذلك يعني شفنا انه من الاشياء المهمة بالوايرلس هو قضية اعادة استعمال الترددات. Cellular radio systems provide high quality service that is often comparable to that of landline telephone system. ما هي العبارة يا اخواني؟ يبدو لي انا ما عدلتها من الكتاب القديم تبع 2002. حقيقة الآن الكواليتي اللي بالسيلولر أجود وأعلى من الكواليتي اللي بالنظام السلكي بسبب تطور التكنولوجيا في مجال التعامل مع التحويل من أنالوج إلى ديجيتال وما إلى ذلك. High capacity is achieved by limiting the coverage of each base station transmitter to a small geographic area called a cell. يعني احنا بنقدر نزيد الكاباسيتي او نحقق كاباسيتي عاليه جدا من خلال حصر
إشارة كل بيس ستيشن في منطقة جغرافية صغيرة نسبيا. طبعا أقول نسبيا لأنه الصغر عبارة عن أشكال وألوان، يعني بجوز حدا يعتبر والله سل نص قطرة 100 متر صغيرة، صح؟ إذا قارنتها بسل نص قطرة 5 كيلومتر. الآن إحنا بنتكلم بالأجيال الحديثة عن سيلز قد يكون نص قطرها بالأمتار القليلة، يعني سيارته الواحد بتصير سل بالأنظمة الحديثة. السيارة قديش أطول مسافة فيها؟ يعني أضخم سيارة بالدنيا بجوز أطول مسافة فيها ما تزيد عن 2 سيارة عادية، نتكلم سيارة شخصية يعني 2 وشوي، يعني هذا إذا كانت سيارة كثير كبيرة. السيارات اللي في متداول مجمل الناس المسافات اللي فيهم يعني أقل من هيك. So that the same radio channels may be reused by another base station located some distance away. هذا الكلام اللي حكيناه ومن شوي عدته أنا. لما يكون الكفرش تاع السل محصورة بمنطقة صغيرة والباور اللي عنده ما بتصل للأماكن البعيدة، ممكن أنا بهاي الأماكن البعيدة أعيد استعمال الفريكونسيز. A sophisticated switching technique called a hand off enables a cell to proceed, enables a call to proceed uninterrupted when the user moves from one cell to another. هذا المفهوم احنا لأول مرة بنتكلم عنه، مفهوم الهاند اوف. انت يا اخوان لما تكون موجود بمنطقة معينة وبتتكلم مكالمة خلوية، فأنت مربوط بمحطة معينة، المحطة القريبة عليك انت مربوط عليها، مربوط معها وبتحكي. طيب افترض انك انت مربوط على هاي السلوة وبتحكي وكمان بتمشي بالسيارة المقصود، تعرف السيارة بتقطع مسافات، يعني انت مثلا المكالمة اللي بتحكيها نفترض 5 دقائق مكالمة عادية روتينية بنحكي 5 دقائق. طيب 5 دقائق لو ماشي على سرعة 60 كيلومتر بالساعة، بخمس دقائق بتمشي كم؟ 5 دقائق 1/12 من الساعة، يعني 1/12 من 60 يعني 5 كيلومتر، مظبوط؟ 60 كيلو بالساعة، بخمس دقائق بدي يقطع 5 كيلو، معناته أنت أكيد 100% رح تطلع برا السل. هذا إذا يعني تجاوزنا عن احتمال أنك أنت بتلف يعني بداخل السل بشكل دائري أو شبه دائري. لا، نفترض أنك أنت ماشي بشكل مستقيم أو شبه مستقيم، فقطعا رح تطلع برا السل. طب الآن إذا طلعت برا السل بتصير المحطة اللي أنت كنت مربوط معها بعيد عليك، ولما أنا بعيد عليك معناته إشارتها ما بتصلك صح، حتى لو وصلتك بتكون ضعيفة، وإشارتك أنت كمان ما بتوصل أو إذا وصلت بتكون ضعيفة. طيب شو نعمل؟ الآن أنت صرت حكما أقرب إلى محطة أخرى من محطتك الأصلية، والمنطقة حكينا المنطقة كاملة مغطية بالسل، كل سل وراسل من كل الجهات في حواليه سلس، وبالتالي أنت قطعا موجود بالقرب من محطة ما، لكن هاي المحطة قد لا تكون هي المحطة الأصلية اللي كنت عليها أنت بالأول. فلابد إذن من الهاند أوف، التسليم، بسلمك النظام من السل اللي كنت فيها أصلا إلى السل الجديدة، وبترتبط بالبيس ستيشن الجديدة اللي هي يفترض أنها قريبة عليك، أقرب على الأقل من القديمة، ولذلك تستلم منها إشارة أفضل من اللي ممكن تستلمه من القديمة، ولذلك تستمر المكالمة، ما بتموت ولا بتنقطع المكالمة. لو الهاند أوف ما كان موجود المكالمة أول آخر بدها تنقطع، طالما أنك أنت تبتعد عن السل الأصلية، يعني طالت المدة أم قصرت، راح تصل لبعد كافي عن محطتك الأصلية اللي خلص ما بتستلم منه شيء ولا بتستلم منك شيء، فبتروح منك المكالمة. والهاند أوف يعني أشكال كثيرة جدا، وتطور طبعا مع تطور الأجيال، يعني الهاند أوف اللي كان بالجيل الأول بيختلف نوعا ما عن الجيل الثاني، والجيل الثاني عن الثالث، فالرابع، فالخامس، فربما للسادس، إن طبعا إنما تلتقي بالمعالم الرئيسية لموضوع الهاند أوف. أوكي، إحنا إن شاء الله يعني ما رح نخوض بكل تفاصيل مواضيع الهاند أوف يعني، لكن رح نعطي بعض الأمثلة اللي هي بيسك
واللي هي تقريبا موجوده بكل بكل الاجيال وبكل الانظمه. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ طيب هلا البيسك سيلولار سيستم بتالف من ما يسمى الموبايل ستيشنز، والواحد منهم ام اس. الموبايل ستيشن اللي هو يعني التليفون، ويعني حتى ما تتلخبط هلا في عندنا كمان البيز ستيشن بي اس، حتى ما تتلخبط وتصير تستعمل البي اس مكان الام اس او العكس. تذكر انه الموبايل ستيشن يعني اللي بيتحرك، موبايل متنقل. اوكي، موبايل ستيشن معناها الحرفي المحطة المتنقلة. هاي شو هي المحطة المتنقلة؟ اذا هي التليفون اسمه ام اس، ويتكون ايضا النظام الخلوي من البيز ستيشنز، والواحد منهم بي اس. كويس، هذول الثنتين بيحكوا مع بعض، يعني الموبايل ستيشن بيحكي مع البيز ستيشن وبتبادل معه الحديث، يعني مرة بصير هذا مرسل وهذا مستقبل، ومرة بنقلب الأدوار خلال جريان المكالمة. طيب شو هي كمان بالنظام؟ في عندنا ما يسمى الموبايل سويتشينج سنتر MSC، وهذا الموبايل سويتشينج سنتر في بعض الأحيان يسمى الموبايل تليفون سويتشينج أوفيس MTSO. طبعا احنا شو بدنا بها الغلبة؟ MSC أريح، موبايل سويتشينج سنتر، نفس الانتيتي نفس الكيان، فإحنا نعتبره MSC Mobile Switching Center. Sense It is responsible، هاي وظيفته. It is اللي هو MSC. It is responsible for connecting all mobiles to the PSTN and a cellular system. يعني هذا حلقة الوصل بين مين ومين؟ حلقة الوصل ما بين cellular users والPSTN، مشان نقدر نعمل مكالمة، وهاي المكالمة تقدر تروح وين ما بدها بالعالم كله أو داخل البلد. واضح يا أخوان؟ إذن هاي هي المعالم الثلاثة الرئيسية للنظام الخلوي. لابد من موبايل ستيشنز اللي مع اليوزرز، ولابد من بيز ستيشنز، هذولا اللي هم الجزء يعني الأهم ربما من النظام من حيث الاستعمال المتكرر يعني. ولكن السوبرفايزر المدير البوس اللي هو MSC، سنرى انه هذا MSC هو المسؤول عن اي شيء، خلينا نحكي اللي هو انتر بي اس اكتيفيتيز، يعني الاشياء اللي بتتطلب تدخل اكثر من وان بيس ستيشن. هلا انت طالما مربوط مع البيس ستيشن اللي انت عنده وبتتكلم وبيجيك مكالمات وما إلى ذلك، خلص ما في إشي، المسي ما له شغل. لكن في حالة مثلا هاند أوف، أوكي أنت على وشك تطلع من السل اللي أنت فيه، مين اللي بده يعرف أنك على وشك تطلع من السل وبعد شوي بتصير بدك سل جديدة؟ هذا هو المسي، وهذا هو اللي بيفصلك من هون وبربطك هون حسبين المثال. وقس على ذلك اي اكتيفيتي ممكن يكون لها علاقه باكثر من وان بيز ستيشن. ماشي، هلا ايتش موبايل كوميونيكيتس فيا راديو وذ وان اوف ذا بيز ستيشنز اند مي بي هاندد اوف تو اني نمبر اوف بيز ستيشنز ثرو اوت ذا ديوريشن اوف ذا كول. انت باي وقت من الاوقات انت مربوط مع بيز ستيشن، ومش اكثر من بيز ستيشن على الاقل لعند الجيل الخامس. بالجيل الخامس يعني صار في بعض، ولا أقول يعني مش عامة هاي الفيشر، صار في بعض التطبيقات ممكن إنه تستعمل عملية ربط في نفس الوقت مع more than بيسموهم مش هم base stations، بيسموهم access points. ليه؟ لأنه بتكون يعني أصغر من base station تقريبا بكل شيء، بما فيها الباور اللي بترسلها، وبما فيها الفيزيكال سايز، وبما فيها المنطقة اللي بتغطيها، يعني إنما هي على نمط البيز ستيشن، يعني بالأخير النظام بيشوفها بالضبط كما يرى البيز ستيشن، وتقدم له تقريبا نفس الخدمات. فإذا أنت لما تكون في مكالمة هاتفية وقد
تحتاج إلى التنقل ما بين عدة base stations وانت بنفس المكالمة. تخيل حالك انت مروح من جامعة العلوم إلى إربد أو إلى عمان، طبعا أطول بكثير، خلينا نقول إلى إربد، تحكي انت عن تقريبا حوالي 20 كيلومتر أو أقل حسب وين انت موجود بإربد. طيب يعني لما يكون كل سل حتى لو السل قطره 2 كيلو معناته بدك 10 سلس خلال ما تقطع يعني المنطقة اللي انت مشيت فيها من 10 سلس. لو تكلمت نص التريب أو ربع السل ربع التريب يعني معناته بدك 3-4 سلس على أقل تقدير. أوكي، وانت بتحكي بنفس المكالمة، فواضح أنه عملية الهاند أوف يجريها النظام بطريقة فعالة جدا، لأنه قل ما يعني أنت صح مرات بتصير يعني ما بتصير، وحن نشوف أنه هذا بتصير أنك أنت بتكون بمكالمة وفجأة بدون أي سابق إنذار المكالمة بتنقطع. فعلى الأغلب قد يكون سبب هاي العملية هاند أوف فاشل، يعني هاند أوف ما بدأ بالوقت الصح أو ما انتهى بالوقت الصح أو الاثنين. هاند أوف فشل، الهاند أوف يعني أنت بتكون مربوط بسل بده يربطك بسل ثاني، فقد لا يستطيع أنه يعمل هذا الربط. والأسباب اللي قد لا يستطيع عشانهم متعددة ورايحين نتكلم إن شاء الله عنهم كلهم. طيب، إلا أنه المعتاد أنه العملية بتنجح، المعتاد أنها بتنجح، والمعتاد أيضا بالإضافة لأنها بتنجح لكن ده ما بتشعر فيها أصلا، ما بتشعر فيها أساسا، يعني أنت كل اللي بتشعر فيه أنك بتتكلم، الطرف الثاني اللي معك بتسأله وبيجاوبك وبتعلق له وبيعلق لك وبتتكلموا. يعني إمتى صار انفصال عن أي سل وارتباط بسل آخر؟ شو بيدريك أنت؟ ما ولا بعنيك الموضوع أبدا. فبالتالي بتكون العملية transparent لا اليوزر. لاحظوا أنه هي لو ما كانت transparent بصير النظام الخلوي مزعج، صح؟ طالما أنا يعني بمكالمة قصيرة بدي أعملها برحلة قصيرة ما بين الجامعة وبيتي وبدي أتكلم لي مكالمة 6-7 دقائق أغير 3-4 سيلز، معناته كل شوي يطلع لي إنذار كأنه أو يطلع لي صوت أو يطلع لي الله أعلم شو، يعني مزعج. فبالتالي واضح أنه الأمور التكنولوجية هون على ما يرام من هاي الناحية. هلا الـ MS contains a transceiver، طبعا الترانسيفر هي مختصر لترانسميتر اند ريسيفر لانه هذا عمله لازم يستقبل ولازم يرسل. ايضا تحتوي على انتنة، قطعا الانتنة انت بترسل اشارات بالهواء وتستقبل ايضا اشارات من الهواء، وهذا لا يمكن ان يتم الا بوجود انتنة. طبعا هي قد تكون انتنة وقد تكون انتنس اذا تكلمنا عن الانظمة اللي فيهم المايم. بالإضافة إلى هذول كلهم في عنا كمان الكنترول سيركتري، لابد من أنظمة أو دوائر تحكم. الدوائر يعني بتتحكم بكل شيء، تتحكم على الأقل أنت بوضع إرسال وبوضع استقبال، تتحكم أنه شو الشانل اللي أنت عاجز تشتغل عليه، لأنه هاي التليفون هذا قادر أنه يشتغل على عدد من الشانلز، فلابد من تيونينج، يعني تعمل تحدد له أنه شو الفريكونسيز اللي بدهم تكبير، اللي بدهم ديتكشن، اللي بدهم أي نوع من أنواع البروسيسيز. And may be mounted in a vehicle or used as a portable handheld unit. طبعاً يعني كيف أنت تحمل التليفون تبعك، هذا شيء خاص، بتحطه بالجيبة، بتحطه بتثبته بمكان معين بالسيارة، بتثبته شو ما سويت فيه، يعني هذا موضوع مش موضوع تكنيكال. The base stations consist of several transmitters and receivers, which simultaneously handle full duplex communications and generally have towers which support several transmitting and receiving antennas. أول شيء، البيس ستيشن حتماً أكبر من الموبايل ستيشن، وهي تتعامل مع عدد كبير من الموبايل ستيشنز. بالوقت اللي انت قلنا انت باي وقت مربوط بون بيس ستيشن، هذا الموبايل ستيشن. طب شو بالنسبه للبيس ستيشن؟ الموبايل ستيشن باي وقت قد يكون مربوطا بعدد كبير من الموبايل ستيشنز،
وكلهم بيرسلوا له وبيستقبلوا منه، يتعامل معهم بشكل مستمر. ولذلك هذا يعني انه البيس ستيشن لازم يكون عنده مش مرسل واحد او ريسيفر واحد، لازم يكون عنده كثير عشان يقدر يرسل كثير شغلات ويستقبل كثير شغلات. وايضا هذا لازم يكون لانه بده يكون بحالات استقبال وبحالات ارسال، فهذا بده يكون فول دوبلكس. الفول دوبلكس اللي هي زي حكينا كان عندنا السيمبلكس، السيمبلكس يرسل فقط او يستقبل فقط، لا هذا بده يرسل ويستقبل معا بنفس الوقت. وايضا هذا البيس ستيشن على الاغلب بكون عنده برج، يعني مش البيس ستيشن موجود على البرج، لا يعني المبنى اللي فيه البيس ستيشن بكون فيه برج. واظن انتوا هاي الابراج بتشوفوهم يعني بمختلف الاماكن بالمملكه، فهاي الابراج هي يعني ملحقه به مواقع البيس ستيشنز. وهلا بقول لكم ليش هاي الابراج ضروريه، ولابد ايضا انه هاي البيس ستيشنز ان يكون لديها العديد من الانتنز المرسله والاخرى المستقبله. طيب هلا بالنسبه للبرج، برج يعني ارتفاع عالي، وقد يكون عالي لدرجة مثلاً 30 متر، 40 متر، 70 متر، لا أدري للأمانة أنا يعني الأرقام اللي مثلاً موجودة بالأردن لحد أي رقم ممكن تصل، وهذا رقم مش كثير مهم، ويمكن هذا الرقم يعني كل شركة متبنية سياسة معينة ولهم طريقة معينة، ما علينا. أنت لما تحط المرسلة، الأنتنز المرسلة والمستقبلة، خصوصاً المرسلة حتى المستقبلة على ارتفاع عالي جدا، هذا معناته قادر انه يكشف مناطق اوسع، صح؟ شيء تلقائي يعني. يعني انت لما تكون مثلا باب المنزل اللي انت ساكن فيه على الارض، يعني احيانا بتشوف الشارع اللي انت فيه ويمكن مش كله، مظبوط ولا لا؟ يعني بتشوف لك يمكن 7-8 بيوت، 4 بيوت، 3 بيوت، بتشوف مثلا 40 متر، 100 متر، مسافات قصيرة ومحدودة يعني بتشوف شيء. لكن اطلع على ظهر العمارة مثلا تلاقي حالك صرت تشوف مئات الأمتار وربما آلاف الأمتار، وترى مئات المنازل وربما أكثر. تكشف لو طلعت على ارتفاع أعلى، بتصير تكشف أعلى وأكثر. فبالنسبة للوايرلس كوميونيكيشنز إخوان، المسارات اللي بتيجي منهم الإشارة نوعين، إما line of sight أو none line of sight، يعني LOS أو NLOS. وقطعا يعني ومنطقيا، وهذا راحين نمر عليه إن شاء الله، الاتصال عن طريق Line of Sight كثير أقوى وكثير أفضل. الإشارة اللي بتيجي من خلال Non Line of Sight معناها ارتدت من هون، وربما انكسرت من هون، وربما صار عليها Diffraction من هون وScattering وإلى آخره، وقد تكون اخترقت بعض الأماكن والإشارة وهي بتخترق يعني بتفقد. فبالتالي النون لاين اوف سايت عادة يؤدي إلى إشارات ضعيفة، ويؤدي إلى مشاكل ثانية غير الضعف بالإشارة، موضوع المالتي باث هذا اللي راح نتكلم عنه بعدين. الحاصل إنه اللاين اوف سايت كثير أفضل، فبيحاولوا يزيدوا من فرصة اللاين اوف سايت لما يرتفع الأنتنز على أبراج عالي. وهذا يعني شيء متبع ومستعمل، وأظن أنه يعني الغالبية منا سبق أنه شاهدوا هاي الأبراج. The base station serves as a bridge between all mobile users in the cell. هي عبارة عن جسر ما بين اليوزرز اللي بالسل. And connects the simultaneous mobile calls via telephone lines or microwave links to the MSC. ليه بدهم يودوا الكولز على الMSC؟ لأنه هذا الMSC شو بده يعمل؟ بده يدخلهم على الPSTN. حكينا لابد أي مكالمة حتى فعلا تتنفذ على الواقع، على أرض الواقع، ما راح تتنفذ إلا بالPSTN. هذا هو الوحيد اللي بيعرف وين يودي الإشارة بغض النظر عن أي مكان بالعالم، حتى لو كان بالغرفة اللي جنبك. يعني The MSC coordinates the activities of all of the base stations. شايفين هاي وظيفته، بينسق النشاطات اللي موجودة في كل البيس stations and connects the entire cellular system to the PSTN. ويربط، طبعا لما أقول لك الانتير سيلولر سيستم قصده كل البيس ستيشنز اللي موجودة بهذا النظام
وكل اليوزرز اللي موجودين بكل هاي البيس ستيشنز. طبعا اليوزرز اللي بالبيس ستيشنز هي عملية عشوائية متغيرة، يعني انت ما بتقدر تقول والله بيس ستيشن اكس عنده محمد ومحمود وعيسى وحسين هذول هم اليوزرز اللي هذا بهاي اللحظة الان بهذا الوقت. بعد شوي يمكن الاول يطلع على السلع اليمين والثاني يطلع على السلع على اليسار والثالث الله اعلم يمكن وين يروح، ويمكن يجي يوزرز من هون ومن هون غير الاولانيين. فالبوبوليشن اللي موجود اليوزر بوبوليشن اللي موجود باي سل في اي وقت من الاوقات هي عملية عشوائية متغيرة مع التايم. وبغض النظر عن مواقعهم هو بده يربطهم هذا الامسي. التيبيكال امسي هاندلز 1000 سيلولر سبسكرايبرز and 5000 simultaneous conversations at a time. يعني انتوا دققوا بالارقام. And accommodates all billing and system maintenance functions as well. يعني قد يربط هاي ارقام لا تؤخذ عنه ارقام نهائية. الأرقام تتفاوت من نظام إلى نظام ومن شركة إلى شركة ومن بلد إلى بلد وحسب كثافة السكان وحسب يكون clear factors، لكن أرقام مجرد أرقام كإكزامبل 100,000 يوزر. طبعا 100,000 يوزر هذول مش لازم يتكلموا كلهم بنفس الوقت، يعني هذا نادرا أنه يصير، مش ممكن يصير، وممكن يتحمل هذا الـ MSC لغاية 5,000 مكالمة بنفس الوقت. طبعا هذا بيعني انه بيكون عنده 5,000 شانل افيلبل حتى يقدر يحمل كل واحد على يعطي كل شانل لمكالمة. وايضا هذا سيعتني اللي هو الام اس سي بالفوترة. طبعا الفوترة كثير مهمة، ولو انه احنا كمهندسين يعني بهذا المساق مش شغلنا، بس لابد ان نعترف انه هاي الشركات والانظمة الخلوية بالاخير ما بعطوك الخدمات هاي مجانا. طيب مين اللي بيعمل نظام الفوترة وبحسب التكاليف وبيعمل شارجينج؟ هذا هو الام اس سي، وطبعا والبرمجة المصاحبة لذلك انه يبرمجوا كيف عملية المحاسبة اللي عن طريق الكروت، كروت والبري بيد والفواتير الشهرية وغيره يعني والعروض وما الى ذلك. هذا كله بيتم من خلال برمجة فانكشنز معينة موجودة بالام اس سي. هلا في المدن الكبرى، طبعا المدن الكبرى انتوا شفتوا بقول لك 100,000، فالمعيار تبعه هذا اربد تعتبر من المدن الكبرى، لانه احنا شو 100,000، عندنا مئات الالوف، عندنا اكثر من مليون، يمكن مليون وشوي، وهذا بالمدينه بدون عن القرى المجاوره. فبالتالي نعم ممكن هاي المدينه يكون عندها عدد من الموبايل سويتشينج سنترز للشركه الواحده. وطبعا هون المقصود سينجل كارير، هون مش كارير فريكوانسي يا اخوان، هذا بالامريكان تيرمينولوجي بيعتبروا شركة الخلوي عبارة عن كارير او يعني مزود خدمة الاتصالات، حتى لو كان مش خلوي برضو بيقولوا عنه كارير، شايفين؟ فممكن اي كارير، اي موبايل سيرفيس بروفايدر ممكن يكون عنده مور ذان 1 MSC. احنا هذا مش فانكشن نبلش فيه، واللي عنده أي فضول يا أخوان يعرف مثلا شركة X، إحنا عنا بالأردن ثلاث شركات X Y Z. طب أنت حابب والله X كيف بيعملوا الـ MSCs تاعتهم، كم MSC عندهم بالمملكة بالمدن بكذا، يعني ما تسألنيش أنا الصراحة أنا ما بعرف، وهي أشياء قد تتغير حتى مع الزمن، يعني حتى اللي بيعرف يمكن في فترة من الفترات تصير معلوماته outdated. هاي يجب أن تأخذ من المصادر. احنا اذا حد يعني بيساعدني بالتذكير من خلال الايميلز ومن خلال اللقاءات المختلفه، ممكن احاول مره من المرات. انا بس الان بكير، الان احنا داخلين ان شاء الله على رمضان، وهذا الكلام صعب يزبط برمضان، بلكي ان شاء الله يعني بعد ما ينتهي شهر رمضان على خير بنجيب احد المهندسين من احدى الشركات، انا بعرف ناس كثير، ممكن نجيبهم ونخليه يكلمكم عن الامور العمليه. وبكير الان يعني بكير، يعني صح الآن يمكن صار عندنا بعض الأسئلة، لكن لما نمشي بالمادة رح يصير عندنا أسئلة أكثر بكثير. تقريبا أي فكرة نظرية بدنا نسأل عنها بالواقع كيف تنعمل، ماشي؟ فبنجيب لكم إن شاء الله مهندس يكلمكم عن كل هاي الأمور. ولذلك اللي بيحب يجمع الأسئلة من الآن جمعهم من الآن،
مش خطأ، لأنه بس يجي الموضوع يمكن تنسى الأسئلة اللي بدك إياها. طيب إحنا تقريبا صرنا ساعة بنتكلم، فرح نرتاح يعني كم دقيقة وإن شاء الله بنرجع نكمل الساعة الثانية.
السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام دكتور. لازم نكمل يا شباب. دكتور بس سؤال والله. نعم. تفضل. هسه الـ MSC هو مسؤول عن عملية الهاند أوف؟ أي نعم. طيب هل بقدر أنا مثلا بال الاتصالات المحلية استغني عن ال BSTN؟ أي اتصالات؟ المحلية يعني نفس المنطقة ونفس المحافظة مثلا، هل بحتاج ال BSTN في العملية مثلا؟ لا لا مش شرط، مش دائما يعني، إنما ال BSTN هذا لما يكون في يعني ربط أو أوسع شوي. الحقيقة يا مهند إنه بالأنظمة الحديثة احنا شددنا واكدنا انه التليفون ما بيحكيش مع التليفون الاخر بشكل دايركت الا من خلال البيس ستيشن. هلا حتى هاي بدها تتغير نوعا ما بالاجيال القادمه، ابتداء من الجيل الخامس وطالع بده يصير في عنا شيء اسمه دي تو دي، اللي هو ديفايس تو ديفايس. يعني لما يكون انا بدي اكلم واحد بنفس المبنى اللي انا فيه، قد يكون بطابق اخر بغرفه اخرى، قد يكون بعيد عني الله اعلم كم متر، يعني مش كيلومترات ومش مدن ولا قارات يعني. بس شو بدي بالسيلولر كله؟ ليه أروح على البيس ستيشن؟ يعني هذا أولاً مضي على الباور، حتى تتكلم مع بيس ستيشن بعيدة عنك كيلومتر بدك باور أعلى بكثير من لو كان 5 متر أو 50 متر. ثم إنه أيضاً يعني مضي على السبيكترم، لأنك أنت لازم تحجز شانل من البيس ستيشن وتعطله عن خدمة حدا ثاني قد يكون هو أيضاً بحاجة للخدمة، هو عنده عدد محدود من الشانلز البيس ستيشن، ولذلك إذا تعبت ما بيقدر يخدم ناس زيادة عنهم، وقد تكون ساعة أزمة يعني الساعة فيها ضغط على المكالمات وانت بدك تأخذ شانل مشان تحكي كم من متر. فطلعوا الدي تو دي اللي هو الديفايس تو ديفايس، لما يكون قريب بيحكي معه دايركت، ليش يروح على البيس ستيشن؟ فكل هاي الأفكار موجودة. نعم، أي سؤال ثاني شباب؟ نتعرف أكثر على النظام الخلوي. فهو بيحكي لنا إنه الاتصال ما بين البيس ستيشن والموبايل ستيشن is defined by a standard common air interface CAI. هاي الكومن اير انترفيس، إذا بتلاحظ إنه هي عبارة عن انترفيس مع الجو، مع الهواء. كيف يعني؟ يعني الآن تليفونك لما بده يتكلم، لما بده يطلع إشارة بده يوديها وين؟ بده يوديها على البيس ستيشن. بده تروح على البيس ستيشن من وين؟ من خلال الهواء أو الجو الفاصل بينهم. فهاي الإشارة راح تطلع على الهواء. كيف بدها تطلع على الهواء؟ بدها تطلع على شكل إلكتروماغنتيك ويف، مظبوط ولا لا؟ مش راح تطلع زيروز آند وانز، يعني الزير والون هذا ما بيمشي بالأجواء. اللي بيمشي بالأجواء هي عبارة عن الإلكتروماغنتيك ويف. فالكومن اير انترفيس هي عبارة عن كل ما يعنى بأخذ الإشارة هاي الموجودة عندك بالتليفون على شكل معلومات، وبالتحديد على شكل زيروز آند وانز أو ديجيتال ديتا، ثم يحولها إلى إشارة صالحة للانتقال بهذا الجو مشان توصل لوين ما بدها توصل. ولذلك مثلا عملية الموديليشن هي أهم عملية في عمليات الاير انترفيس، وكثير كثير أوقات بتغاضوا عن كل الأمور الثانية وبركز على الموديليشن، لأنه بقية الأمور مشتركة. يعني أنه كيف أنت تحول هذا الـSFD إلى إلكتروماغنتيك ويف، ما له دخل به كيف تفاصيل الـSFD، وأقص على ذلك باقي الأمور. فإحنا أخوان كثير بنهتم بما يسمى الاير انترفيس، وهذا هو تقريبا اللي كان يتغير من جيل إلى جيل. يعني الاير انترفيس تاع الجيل الأول كان أنالوج، الثاني صار ديجيتال. حتى لما صار ديجيتال كان بالأول بالجيل الثاني TDMA، بالجيل الثالث صار CDMA، بالجيل الرابع صار FDMA، وبالجيل الخامس صار كوكتيل من الFDM أو FDM. طبعا الجيل الرابع OFDMA. OFDMA يعني مع انه هو من عائله الFDMA بشكل عام، الا انه يعني صوره متطوره جدا من الFDMA. لا
لدرجة ممكن تعتبره سي ثاني يعني تقريبا. هاي الفكرة بالنسبة للاير انترفيس. طيب هاي الاير انترفيس بتعرف 4 شانلز لكل عملية اتصال. اوكي بتعرف 4 شانلز لأي عملية اتصال. هل الشانلز اللي تستعمل للفويس كوميونيكيشنز from the base station to the mobile are called forward voice channels. طب ليش حكى channels؟ أنا كم channel بدي؟ أنا بدي 2، بدي 2 مش 1. forward يعني down link. ليش؟ لأنه مثل ما بده يجيب إشارة لعندي أنا بده يجيب إشارة برضو لعند اليوزر الثاني اللي أنا عمالي بكلمه، صح؟ لما أنا أتكلم بدي أكلم مين؟ بدك تكلم اليوزر الآخر. اليوزر الآخر بيستلم هاي الإشارة من البيس ستيشن تبعه هو، قد لا تكون نفس البيس ستيشن، بيستلمها من داون لينك. إذن هاي في داون لينك لليوزر الآخر وفي داون لينك إلي، صاروا 2. لما هو اللي يكلمني بدي أنا داون لينك عشان أقدر أسمعه، هاي صاروا 2. نفس الكلام يقال على مين؟ يقال على الأب لينكس. فبالتالي المكالمة الواحدة بحاجة لأربعة شانلز، 2 أب و2 داون. وبالتالي هذول الفورورد فويس شانلز بسميهم من FVC أو VCs. والشانلز used for voice transmission from mobiles to the base stations اللي هم الريفيرس فويس شانلز اللي هم RVCs. The two channels responsible for initiating، هذا كلام جديد، two channels responsible for initiating the calls are forward control channels and reverse control channels. طيب هلا انت لساتك ما تكلم، بعده تليفونك بجيبتك او على الطاولة، فيش اشي ما بينك وبين البيس ستيشن ولا بين اي حد ثاني. صار عندك رغبة تتكلم، قررت انك تتكلم، حطيت الارقام او اخترت اسم الشخص اللي بدك تطلبه، بمعنى انك حطيت الارقام برضو، اعطيت الارقام للتليفون والتليفون طلبه. التليفون كيف بده يطلبه؟ كيف بده يطلبه؟ بده يطلبه من خلال ما يسمى the control channels. يعني هاي الكنترول شانل وظيفته انه ينقل الطلب، مش الفويس اللي انت بتحكيه. لا لسه انت ما وصلت لنقطة انك تحكي فويس. ليش؟ لأنه بس أنت ترسل هذا الطلب للسيل تبعك، السيل تبعك بيحاول يخصص لك هذول الأربعة شانلز حكينا عنهم، على الأقل 2 شانلز تبعونك، وبيشوف اليوزر الآخر شو وضعيته، هل إنه مثلاً أفيلابل؟ إذا كان أفيلابل بصير يرن عنده. أنت لسه معكيش خبر إنه المكالمة بدأت، والمكالمة فعلياً ما بدأت وما بتقدر تتكلم لسه. ليه؟ لأنه لسه بيرن عند الطرف الآخر. لما الطرف الآخر يجاوب يقول أي نعم أنا حاضر بدي أسلم المكالمة، بكبس على الرمز الأخضر وبتبدأ المكالمة، بتصير أنت تحكي وهو بصير يحكي. طيب على الموافقة اللي أرسلها اليوزر الآخر كانت برضو على كنترول شانل، إذن أنا أشعرت السيل تبعي أنه أنا بدي أعمل مكالمة من خلال الكنترول شانلز، أعطيته رقم التليفون الآخر برضو بالكنترول شانلز. وطبعاً أنت بتعطيه مش بس الرقم التليفون الآخر، هو تلقائياً بأخذ عدد من المعلومات عن التليفون اللي عماله بطلب المكالمة، زي مثلاً الرقم السيريال نمبر تبع التليفون. وهي من الطرق يعني اللي تستعمل لمتابعة التليفونات خاصة إذا سرقت، بعرف أي مكالمة طلعت من أي ديفايس، مش بس من الرقم اللي كان معسين من الناس. انت الرقم بالاخير بتطلبه من اي تليفون، حتى انت نفسك الشريحة تبعك بتصيره بتحطه باي تليفون. وبالتالي كونك انت تكلمت من التليفون الاول ولا الثاني ولا الثالث مكشوف للنظام، مكشوف وبيطلع بكل مكالمة سير النمبر تاع التليفون، بالاضافة لبعض المعلومات الاخرى اللي هي مش مهمة لنا الان. فإذا في عندي forward control channels وعندي reverse control channels. النظام بيخبرك إنه المكالمة خلص شبك معك اليوزر الآخر وتكلموا، بفتح لك الخط وبتصيروا تتكلموا، برضو بيجاوبك من خلال مين؟ من خلال الكنترول channels.
control channels are often called setup channels because they are only involved in the setting up a call and moving it to an unused voice channel. طبعا المرات بنسميهم الكول سيت اب شانلز، انه هي تستخدم لتجهيز المكالمه، ولا بد طبيعي انه جزء من تجهيز المكالمه انه يخصص لك unused voice channel. يعني حكينا عنها النقطه قبل شوي، انه المحطه بتكون رابطه ناس كثير، عدد كبير من اليوزرز، وبالتالي هذا العدد الكبير من اليوزرز كل واحد بده شانلز. لما تيجي تطلب انت، لو فرضا بسوء الحظ يعني طلبت بوقت كان كل الشانلز اللي عندها البيس ستيشن مشغول، شو بده يعمل لك؟ بقول لك اون لاينز ار بيزي، وبفصلك دغري والمكالمه لا تتم. وهذا احد مقاييس جوده الشبكه، انه قديش انت بتصير معك هاي الشغله. اذا كان بتصير مثلا مره من كل 100 ولا مرتين من كل 100، يعني الانسان قادر انه يتحملها. لكن لو صارت مثلا 30 40 مره من كل 100، او يعني مره من كل مرتين او ثلاث، معناته مشكله كبيره، صح؟ معناته صارت الشغله يعني مش مريح حقيقه. الشبكات يعني عندهم مقاييس لهي الشغله، واحنا رايحين ندرس بعض المقاييس زي الجريد اوف سيرفيس ونعرفه كبروبابيليتي، وهي البروبابيليتي بتكون يوجوالي بالرينج تبع الواحد بالمية والاثنين بالمية او اقل او اقل. طبعا لو كانت اقل احنا يعني افضل، نكون مبسوطين اكثر. Control channels transmit and receive data messages that carry call initiation and service requests. يعني انت بتطلب من النظام اما انه يبدا لك مكالمه، ينشئ لك مكالمه مع رقم ثاني بتعطي له اياه، او لطلب خدمه ما. طبعا الان الخدمات الماء هي كثيره جدا في الاجيال الحديثه من الكوميونيكيشنز، and are monitored by mobiles when they do not have a call in progress. مين هم هاي؟ ذي بتعود على مين؟ هاي بتعود على الكنترول شانلز. يعني تليفونك بكل وقت من الأوقات، بكل وقت من الأوقات بيكون عارف شو هم الفري كنترول شانلز. وطبعا الكنترول شانلز الأنظمة لسه ما رح نشوف لقدام شوي، ما بكون عندهم عدد هائل من الكنترول شانلز بكل سيل، بكون عدد بسيط من الكنترول شانلز، لأنه الكنترول شانل مدة انشغاله بسيطة. يعني هاي اللي حكينا عنها قبل شوي، القصة اللي حكينا عنها قبل شوي، يعني لا تأخذ أجزاء من الثاني، ولا ربما تأخذ ثواني قليلة عبين ما أنه الشخص الآخر يوافق على المكالمة، بس هذا أطول عنصر في الموضوع، الطرف الآخر اللي أنت طلبته. لكن أنه السيل تحول المكالمة للسل الثاني، والسل الثاني تحوله لليوزر الآخر، هذا كله ما بأخذ يعني أجزاء من الثاني، أجزاء بسيطة جدا من الثاني. فأغلب الوقت الكنترول channels are free. ووظيفة التليفون اللي أنت شايله أنه يكون مطلع على حالة انشغال الكنترول channels، قطعا هو مش هيحاول يستعملهم إلا بالوقت اللي بيعرف أنهم they are free، صح؟ بيعرف أنهم they are free. حكينا انه اذا كان السيل ما وجد عنده اي شانل يعطي لك اياه، المكالمه بتفشل. هلا فشل المكالمه قد ياتي على شكلين، وهذول الشكلين رايحين ناخذهم برضه. اما انه المكالمه خلص بقول لك والله اول لاينز ار بيزي او نتورك بيزي او شيء بهذا المعنى، وبفصلك وانتهى الموضوع. او انه في حل ثاني الطف شوي، افضل شوي، انه بحطك بكيو، يعني بحطك بطابور، لأنه هاي الشانلز برضو لا تأخذ العملية ساعات. يعني هو عنده مثلا 100 شانل بالسل، فبأي لحظة ممكن واحدة منهم تصير فاضي، وبالتالي بحطك على في هذا الطابور. إذا كانوا أنت لمدة محددة قد تكون 20 ثانية مثلا، فبهال 20 ثانية إذا أي واحدة من الشانلز صارت فري، بعطي لك إياه وبيكمل معك، ما بتشعر بالمشكلة، تشعر بتأخير قليل. وهذا مرات ترى بيصير معنا، انك انت بتطلب التليفون ساكت ولا بيسوي اي شيء، لا صوت من هون ولا صوت من هناك ولا يحزن. هذا بكون بالوضعية اللي حكينا عنها، بتكون انت بالطابور تنتظر انه السل تلاقي لك شانل، وبس يبلش يرن بكون خلص وجد الشانل، وصار المهم انه الطرف الثاني هو الذي يستجيب.
هاي سؤالي شباب. طيب السكشن اللي بعده هذا بدنا نخلي لكم انتم تقراوه، هذا دائما انا بخلي للطلاب يقراوه، وهذا عباره عن قصه، يعني قصه مكالمه، كيف تبدا المكالمه من لحظه ما انت تحط الارقام للحظه ما الطرف الثاني يبلش يتكلم معك، مين اللي بيعمل الاشياء المختلفه، المراحل المختلفه من المكالمه. احنا مور اور ليس حكينا عنهم، بس هو اللي صاير هون انه يعني مرتبهم زي كأنها قصة. فاقرأوا يا اخوان، وان شاء الله انه ما بتلاقوا في اي شيء يعني يعمل لكم مشكلة. اذا وجدتوا اي شيء يعمل مشكلة بتحكولي. وابنا نروح على شابتر 2، هذا اهم شابتر في المادة عندنا، واهم موضوع بكل علم الموبايل، اللي هو بتكلم عن النظام الخلوي. وما هو النظام الخلوي بالضبط؟ فإحنا عندنا design objective لل early mobile radio systems was to achieve a large coverage area by using a single high power transmitter with an antenna mounted on a tall tower. شايفين؟ يعني كانت الأنظمة القديمة بدايتها قبل السيلولر، طبعا هذا مش سيلولر، كان بيعتمد على إنه محطة قوية جدا، محطة إرسال قوية جدا ترسل كمية هائلة من الباور، وتوجد على ارتفاع عالي جدا. حكينا الارتفاع العالي عشان شو؟ عشان يكشف، وعشان لما يرسل ويستقبل تكون الفضاء مفتوح، وبالتالي الإشارة تكون قوية بالاتجاهين. أيوة، فبالحالة هاي بيستطيع أنه يغطي منطقة واسعة، لكن هاي المنطقة الواسعة بتخلص، صح؟ يعني افترض غطى دائرة نص خطرة 100 كيلو، 200 كيلو، إن شاء الله حتى 500 كيلو، بالأخير بتخلص، صح؟ هذا كان الفلسفة الأولى، وطبعاً وهي لا زالت مستعملة في بعض أنظمة الاتصالات، لا أقول أنظمة الاتصالات الهاتفية، لا، الاتصالات عامة، يعني في اتصالات كثير مش هاتفية، محطات الراديو، محطات التلفزيون إلى آخره. هاي الراديو والتلفزيون لا زال يستعمل هذا الأسلوب، يستعمل أسلوب المرسل الواحد، وعلى أساس أنه يرسل باور عالي وأنه يصل لأبعد مسافات ممكن. While this approach achieved very good coverage. سامعين يا شباب؟ أنا شعرت كأنه انقطع الاتصال شوية. ما عندك سؤال؟ لا، واضح. فحكينا هذا الابروش ممكن يؤدي لجود كفرج. It also meant that it was impossible to reuse some same frequencies throughout the system, since any attempt to achieve frequency reuse would result in interference. يعني قطعا انت طالما انه المرسل بده يرسل للمنطقه كامله، معناته هاي الترددات يمنع اعاده استعمالها في اي مكان من منطقه التغطيه، تعمل interference. Faced with the fact that government regulatory agencies، هيئات تنظيم هيئات تنظيم عمليات الاتصال، يعني ويبدو لي أنه رجع فصلني ورجعني. طيب يا ريت أنه بأي وقت بتكونوا مش سامعيني حد يتكلم يعني. إذن هاي الهيئات التنظيم could not make spectrum allocations in proportion to the increasing demand of mobile services. ما استطاعوش أنه يعطوا تراخيص كافي وتحصيص كافي للباندويث وللترددات. It became imperative to restructure the radio telephone system to achieve high capacity with limited radio spectrum, while at the same time covering very large areas. يعني الآن عندنا إحنا two objectives. تبدو للوهلة الأولى أنها متعارضة، وأنا بدي أغطي منطقة هائلة جدا كcoverage كمنطقة جغرافيا، وبدي أستعمل أقل ما يمكن من الspectrum. وطبعاً يعني بدي أستغني عن نظرية المرسل القوي اللي بدي يغطي كل المنطقة بمرسل واحد، لأنه هذا واضح أنه مش عملي ومش رح يقدر يغطي منطقة لا منتهية. بدي يغطي منطقة منتهية بالتأكيد، وإذا بدي يغطي منطقة ثانية معناته بدي يكون على حساب الترددات. طيب هلا شو أجل السيلولر عمل؟
cellular was a major breakthrough in solving the problem of spectral congestion and user capacity. يعني كان عبارة عن breakthrough, اكتشاف كبير, يعني تغيير كبير جذري في الأمور باتجاه حل مشكلة الازدحام الترددي والكاباسيتي اللي بطلبوها اليوزرز. فهذا المقصود بالازدحام الترددي انه انت عندك كمية قليلة من السبكترم وبدك تخدم عدد هائل من اليوزرز ومنطقة تغطية هائلة بهاي الترددات القليلة. It offered very high capacity. استطاع النظام الخلوي يعطينا بالفعل very high capacity in a limited spectrum allocation من خلال عملية تحصيص لباندويدث محدود, سبكترم محدود, without any major technological changes. وبعيد كمان مرة لما قلنا شو يعني technological. technological مش موبايل أب. technological يعني دوائر, يعني ICs, يعني أمور. راح صوت دكتور. هتسامعني يا شمال؟ دكتور فصل لك 10 ثواني ورجع. يبدو لي في مشكلة مش عارف هي المشكلة بالشبكة ولا ببرنامج التيمز أي شيء. طيب إذا ظلت تتكرر بدي أضطر إنه يعني أحاول أعالجها. ممكن أتركه شوي وأحاول أعالجها يعني. على أي حال. هلأ إحنا هلأ إحنا حكينا إنه النظام الخلوي يعمل very high capacity بباندويت محدود وما أحتاج إلى تغييرات جذرية بالتكنولوجيا, ما أحتاج. طيب the cellular concept is a system level idea which calls for replacing a single high power transmitter, وهذا يعني بمعنى أنه منطقة التغطية كبيرة جدا, with many low power transmitters, وهذا يعني مناطق تغطية صغيرة بالمقارنة, each providing coverage to only a small portion of the service area. على service area اللي هي المنطقة الكاملة اللي بدك تغطيها, وقسمناها إلى cells, وكل cell مساحتها تعتبر كمية صغيرة بالمقارنة مع المساحة الكلية للservice area. انتوا سامعيني طبعا يا شباب؟ دكتور سامعينا. دكتور طيب الحمد لله. هلأ each base station is allocated a portion of the total number of channels available to the entire system. يعني أنا قسمت منطقة التغطية إلى cells. نفترض جدلا يعني أنت قسمت منطقة تغطية معينة إلى 10 cells من 1 إلى 10 أو 100 cell من 1 إلى 100. المهم فأنت في عندك باندويث معين, بقول لك أنت عندك مثلا 30 ميجا هرتز باندويث بدك تستعملهم. طيب تيجي شو بتعمل؟ فرضا بتقسم 30 ميجا هرتز على 10 سيلز متجاورة متلاصقة, يعني بحيث أنك تعطي كل واحد جزء مختلف من هذول 30 ميجا, تعطي كل واحد 3 ميجا, فيش أي تقاطع ما بين هاي السلز المتجاورة. هلا غطيت 10 عندك من أصل كم؟ من أصل 100. بتروح للعشرين اللي بعدهم. هلا العشرين اللي بعدهم قطعا موجودين في منطقة جغرافية أخرى, مظبوط ولا لا؟ بتروح توزع نفس الثلاثين, مش بتجيب 30 غيرهم, لا, الثلاثين نفسهم بتوزعهم على العشرة سلز رقم 2. إذا بتلاحظ الآن ضروري تراعي إنه مثلا نفترض أول 3 ميجا أعطيتهم للسلة الأولى بالمجموعة الأولى وأعطيتهم للسلة الأولى بالمجموعة الثانية نفسهم, لابد السلة الأولى من هون والسلة الأولى من هون يكون بينهم مسافة كافية أن لا يقع انترفيرنس. أنا أظن إنكم أوريدي عارفين هاي الفكرة. وطبعا نفس الكلام 3 ميجا اللي أخذتهم السلة الثانية من المجموعة الأولى واخذتهم نفسهم السل الثاني من المجموعة الثانية, لازم هذول السلز يكونوا متباعدين ما يكفي, ونفس العملية بتكررها بالمجموعة الثالثة
والرابعة والخامسة لغاية العاشرة. هلأ إذا متلاحظ أنه من ناحية نظرية على الأقل، حتى من ناحية عملية الفرق مش كبير بين العملي والنظري هون، لو أعطيت 30 ميجا لألف سل نفس الصورة، أنت مطالب بشيء بسيط واحد فقط، إنه السيلز التي تأخذ نفس الترددات يجب أن تكون مفصولة بمسافة معينة، ما تكون أقرب من هاي المسافة وخلص. هذا اسمه فريكوانسي ريوز. إذا بتلاحظ هاي فكرة جبارة لفعالية استعمال التردد. يعني الآن أنت لو تقارن بالأنظمة اللي فيها الكوابل، لو رابط أنت نقطة A و B بأوبتيكال فايبر، وهذا الأوبتيكال فايبر يمكن بعطيك فرضاً 1000 جيجا بالثانية، 1000 جيجا بت بالثانية، وصار لأي سبب كان بدك أنت مش 1000 بدك 2000، مش رح تيجي تغير إشي بالفايبر. يعني الفايبر مربوط ويمكن حاطينه تحت الأرض، يمكن حاطينه تحت المحيط، الله أعلم وين حاطينه، يعني مش رح تبلش فيه من أول وجديد، بتروح بتجيب فايبر ثاني بنفس المواصفات وبتركه، والأول أعطاك 1000 والثاني بعطيك كمان 1000، لو بحاجة للألف الثالث بتجيب الكابل الثالث وبتسوي. هلا هذا فريكوانسي ريوز أيضا، ليه؟ لأنه الفايبر الأول بيحمل نفس الترددات اللي بالفايبر الثاني، وفيش خوف من الانترفيرنس لأنه هذا موجود يعني مفصول فيزيكلي عن الآخر. هالإشارات مش ماشي بالجو زي الوايرلس. هلا طبعا هاي الفكرة لها حسناتها ولها عيوبها. حسناتها أنه يعني بتطبق، يعني بتوفر لنا المطلوب، لكن عيوبها أنه هي بلكي، أنك أنت بتركب كمان فايبر وكمان فايبر وكمان فايبر، وهذا له ثمن وبده شغل وبده صيانة وبده كثير أمور، لكن على الأقل ممكن. فاهمين علي إخوان؟ على الأقل ممكن. لو تيجي الآن للوايرلس، عندك وايرلس لينك between A and B وبتعطي 1 جيجابت بير سكند فرضا، يعني صرت بحاجة إلى another جيجابت بير سكند برضو بين A و B، هل تستطيع تجيب free space آخر؟ ومن أمرك تجيبه؟ ما هو الفري سبيس نفسه شير، مش هتقدر تجيب فضاء آخر، والفضاء هذا أيضا يكون فاصل بين A و B، مظبوط ولا لا؟ ففكرة إعادة الأحساء المشكلة، ما مش مطلوب مني أجيب فضاء آخر بين الA والB حتى أعيد استعمال الترددات وأعمل فعالية للباندويث. إذن كل سل تأخذ جزءا من الباندويث المخصص للنظام كاملا، and nearby stations are assigned different groups of channels، ما بيصير to neighboring cells يأخذوا نفس القنوات، حتى إنه all available channels are assigned to a relatively small number of neighboring base stations. زي ما حكيت أنا من شوي بالأرقام، أنا اللي حكيته أوضح من هذا الكلام. عندك 30 ميجا بتقسمه على 10 سيلز متجاورة، 3 3 3 لكل واحد، بعدين بتنتقل للعشرة اللي بعديهم بانتظام. يعني مثلا لو حطيت السل الأول على أقصى مثلا شمال غرب المجموعة، بتكون السل الأولى من المجموعة الثانية برضو في أقصى شمال الغرب، وهذا راح نشوفه بالصور إن شاء الله لقدام شوي صغير. راح صوتك دكتور. سيستماتيكلي إنك تكمل بنفس النظام. spacing the base stations and their channel groups. نعم نعم. يظل يفصل meeting. والله هو أنا بطلع على الساعة يا مهند، أنا خايف إنه أبلش فيه يعني يأخذ معنا أطول من الوقت اللي ضايل. يعني لا، نحن ضايل أقل من ربع ساعة بنخلص المفروض. فأنا إذا بدي أعمل restart يعني بدي على الأقل 4-5 دقائق. وبعد الريستارت بدنا يعني بنروح على الأقل نص، محاول بلكي إن شاء الله إنه يمشي الربع ساعة اللي ضلت.
طيب يا اخوان، اذا احنا بامكاننا نكرر العمليه بشكل سيستماتي، وانا وضحت هذا الكلام، حتى انه نستعمل هاي الترددات اكبر عدد ممكن من المرات. وطبعا هاي التعبير هذا بدنا نعرفه، اللي هو الكوتشانل ستيشنز او كوتشانل بيز ستيشنز، اللي هم لما يكون عندك مثلا حكينا السلة الاولى من المجموعه الاولى والسلة الاولى من المجموعه الثانيه استعملوا نفس الترددات. هلا نقول انه هذول التو سيلز عندهم كوتشانلز الكومن التشاركيه، فتشاركوا بنفس الترددات. بعض الاحيان بنسمي حتى الكو سيلز او الكو تشانل سيلز، فاهمين، اللي بتشاركوا بنفس الفريكوانسيز، ولا بد يكونوا متباعدين طبعا زي ما اتفق. طيب، as the demand for service increases as more channels are needed within a particular market، يعني الضغط اكيد على خدمات الاتصالات بتزايد، the number of base stations may be increased، فممكن تركب more base stations along with a corresponding increase in transmitter power to avoid added interference. شايفين اخوان، انت ممكن شو تعمل؟ مثلا منطقة جغرافية معينة، مدينة لنقل مدينة، وانت رحت صممت هاي المدينة على اساس انه فيها 10 base stations مثلا، قطعا كل واحد من base station له مساحة معينة، فبالتالي بده ترانسميترز بقوة معينة، ترسل ليفل مستوى معين من الباور، ليفل معين من الباور. طب لو أجع بالك أنت تعيد هندسة هاي المنطقة وتقول لا أنا ما بدي أخلي فيها 10 بيس ستيشنز، بدي أخلي فيها مثلا 40 بيس ستيشن، يعني ضربت عدد البيس ستيشنز بأربعة، وكأنك يعني قللت قطر أي بيس ستيشن للنص، فصار مساحة كل بيس ستيشن الربع، ولذلك صار عددهم 40. إذا متابعين معي كويس، يعني لو بديناها بالعكس، العشرة سيلز نفسهم إلهم نص خطر معين كل واحد، قللوا للنص بتخل مساحة السل الربع، إذا المنطقة اللي كانت تضم 10 سيلز صارت تضم الآن 40 سل. طب الآن السل هاي اللي صارت مساحة الربع، هل تحتاج إلى باور بنفس القدر اللي كانت السلة الأصلية تحتاجه؟ لا، ما بتحتاج، لأنه المسافات أصغر، صح؟ الباور اللي بدك إياها أقل. طب هل من الحكمة أن تقول أنه لا يا عمي، طب أوكي، يعني أنا فاهم أنه المسافات أصغر وأنه الباور يعني مش ضروري تكون كبيرة وكذا، بس زيادة الخير خير، يعني أنا بدي أحط باور أعلى مشان الاتصالات تصير أجود. هل تعتقد أنك فعلاً يعني أخذتها بالحكمة هون؟ لا، أنت ما أخذتش بالحكمة أبداً، لأنه طالما أنه السيل تاعتك أصغر وأنت لساتك بترسل باور عالي زي أول، معناته هالباور العالي هاي راح تصل إلى السيلز الأخرى وتروح تعمل لهم انترفيرنس وتكون خربت بدل ما تكون عملت إشي كويس. فيجب أن يقدر كل شيء بقدره. طيب يا أخوان، لابد أن يقدر كل شيء بقدر، وهي يمكن من الأمور غير المتوقعة، أنه يعني إحنا ماخذينها قاعدة يمكن لا استغناء عنها، أنه دائما يلا ارسل باور أعلى بتجيب أداء أفضل، هو يعني من ناحية منطقية بس هذا إمتى؟ هذا لما يكون الفضاء إلك لوحدك، ما في أي حدا بده يجي يشاركك بالفضاء، وبالتالي الحرية إلك أنت لوحدك. ويقال يعني في شغلة ما لهاش علاقة، بس يعني بدها تطلع لها علاقة بالأخير، تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. أنت حر ترسل باور قد ما بدك كويس، بس إذا صار الباور تبعك هذا انترفيرنس على الآخرين، هل معناته الآن هذا كلام معقول؟ لا، بطل معقول. وبدك تعرف طبعا أنه طالما أنت بترسل باور أعلى وتودي للآخرين انترفيرنس، ليش الآخرين هم كمان ما يودوا لك انترفيرنس بنفس الطريقة ويمكن بطريقة أشد؟ انت بتزيد الباور مرتين هم بيزيدوها 10، وبتصير الامور ما لها معنى، يعني بتصير الامور نظام الاتصال بدل ما يكون نظام تعاوني بده يخدم الجميع صار نظام تصارعي ويفشل الجميع. طيب، فاهمين يعني؟ حلو الفكره اللي هون.
فالخلوي أجرتها بكل هذا الموضوع كاملا. Furthermore, the cellular concept allows every piece of subscriber equipment within a country or continent to be manufactured with the same set of channels, so that any mobile may be used anywhere within that region. يعني إخوان التليفونات هاي اللي معنا واللي مع الناس اللي بالبلدان الأخرى كلهم مبرمجين أو مش مبرمجين مصنعين على أساس يقدروا يتعاملوا مع نفس channels. يعني بدي أضرب لكم مثال بسيط أنتوا بتقيسوا عليه. يعني مش هو هذا لأنه هاي الأرقام اللي بيستعملوهم الشركات الموبايل يعني هاي قل ما أنه يعطوهم للناس يعني كان المألوف أنه الناس ما بيعرفوهم بس أنت بتعرف بالتقريب يعني usually. مثلا لو خلنا عند منطقة ترددات عند 800 ميجا وبيجي بقول لك هذا منطقة 800 ميجا أنا بحط channels 800 ميجا 801 802 803 لغاية 900 بيطلع كم؟ بيطلع 100 channel. المفروض أي تليفون عنده channel على 800 وعنده على 801 أنا حكيت هاي مجرد أرقام الأرقام الفعلية بتختلف فبيكون عنده نفس هاي channels بيقدر يستقبل ويرسل عليهم طبعا بيقدر يستقبل عليهم أو يرسل عليهم لأن اتفقنا قنوات الإرسال غير قنوات الاستقبال قنوات الأبلينك غير قنوات الداونلينك وحتى هاي كمان التليفون بيعرفها وما بتختلف من تليفون إلى تليفون وما بتختلف إذا كان هذا التليفون بدولة ما أو بدولة أخرى طيب إخوان هاي صارت بالستاندردز وهذا بيجيبنا لأهمية موضوع الستاندردز ستاندرد احنا عارفين كلمة ستاندرد معناها بالمعجم ليش المعياري يعني بقول لك والله هذا انت عملت شغل ستاندرد خلص هذا تيبيكال او ستاندرد يعني فيش احسن منه وهذا شيء متفق عليه ايوه فهذا الستاندرد طبعا عدد هائل من الستاندردز موجوده بعالم الاتصالات وكثير من الهيئات تعنى بعمل هاي الستاندردز وتطويرها والمحافظه عليها والالتزام فيها وكل ما الى ذلك من ضمنهم الاي تي يو اللي هو الانترناشنال تيليكومنيكيشنز يونيون الاتحاد الدولي للاتصالات وعندك الاي تريبل اي بيعمل ستاندردز من الستاندردز المهمه مثلا اللي عاملها الاي تريبل اي اللي هو الوايرلس لان هذا الراوتر الموجود عندنا كلنا بالبيوت ولك والله انا عندي وايرلس لان 802.11g او .11a او .11 اللي هو في كثير فروع منه هذا .11 هذا كله مثلا معمول بالاي تريبل اي النظام ال LTE للي يعني ربما عندهم قراءات سابقه او ربما صار عندهم الان قراءات طلعوا هون بقول لك والله الجيل الرابع كان عندهم شيء اسمه ال LTE طبعا الجيل الرابع موجود باغلب تليفوناتنا الان حتى اللي عندهم انترنت كونكشنز كثير منها LTE جيل رابع يعني طيب هذا ال LTE مين عامله هذا عامله الاي تريبل اي ماشي والواي ماكس كان قبله ملحق بالجيل الثالث هم ال LTE والواي ماكس طلعوا وراء بعض يعني الواي ماكس بعدين ال LTE وبالأول كانوا رافضين لأنه ال ITU كانوا يعمل الأجيال يعني الستاندرز تعون الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هذا كله موجود بال ITU والجهات اللي بتعمل ستاندرز تعملها بالتعاون مع ال ITU حتى الـ IEEE وغيره في أوروبا في بعض الجهات برضو وباليابان وبالصين وين مكان بيشتغلوا كلهم مع بعض يعني مع الـ ITU فكان رافض الـ ITU يعتبرهم جيل ثالث ولا جيل رابع يعني لكن بعدين حلوها يعني اتفقوا انه خلص يعني خاصة انه الجيل الرابع طلع totally dependent on LTE مع انه الـ LTE كان طالع في بقايا الجيل الثالث في البداية يعني المهم هاي الستاندردز مهم اوكي وهي هي اللي بتضبط الامور يعني تخيل انه الستاندرد حتى الماوس على بساطته انت بجوز عندك ماوس موجود جنب هاللابتوب ووصل لك سنوات بتستعمله ولا فكرت انه هذا الماوس يعني شو له وشو عليه اذا بتمسك الماوس بتقرا الفاين برينت كتاب الصغيره يعني بقول لك انه هذا له سي اي ستاندرد رقم من داري قديش وهذا الستاندرد اوريدي تبعه بيعرف كميه الباور اللي بده يرسل الماوس
والترددات اللي بيرسل عليها الماوس وما إلى ذلك، لأنه هذا الماوس ما بيصير يروح يعمل انترفيرنس مع اللابتوب ومع التابلت ومع الشاشات اللي عندك بالبيت ومع كيت ومع كيت، يعني هذا المفروض يعني يؤدي العمل اللي عليه، لكن ما يؤدي العمل اللي عليه وهو مخرب عمل غيره. خذ على سبيل المثال اللابتوب بيقدر يتواصل مع الوايرلس لان طبعا مشان يحصل على انترنت، هاي كل اللابتوبس اللي بالدنيا لابد يكون عندها الوايرلس لان ستاندرد والوايرلس لان ديفايس، هذا الدائرة اللي بتعمل ربطة الوايرلس لان، هاي بتمشي على الوايرلس لان ستاندرد. حسب طبعا بعض مش بعض يعني معظم اللابتوبس عندهم مختلف الستاندردز، مشان لو جبت راوتر بيشتغل على A ولا على B ولا على G ولا على N ولا على whatever، تصير توافق ما بين الراوتر وما بين الديفايس اللابتوب أو التابلت أو التليفون، يكون في ميكس من الستاندردز وبالأخير بتفقوا على أفضل واحد الاثنين، بيصير اتفاقية بينهم إنه بدنا نربط على مثلا 802.11G أو A، خلاص بربطوا على الآلة. ليش بربطوا؟ هذا بتبرمج وإله شغل مش شغلنا يعني، لكن يوجد اللي بيكون الهدف هو الوصول لأفضل كونكشن ممكن. طيب إذن عملية التشانلز ومعرفة هاي التشانلز من قبل التليفونات ومن قبل المحطات ومن قبل كل الأنظمة الخلوية بشكل عام هي عبارة عن عملية يعني مؤطرة بالستاندردز وموجودة بالستاندردز، ومش كل واحد بيشتغل على كيف. نيجي إلى الفريكوانسي ريوس. السيلولار راديو سيستم تعتمد على عملية تحصيص ذكية، الصراحة ذكية كثير. أنا بستعمل عبارة تحصيص من حصص، وهذا هو الالوكيشن توزيع الحصص. إذن في عملية تحصيص ذكية يقوم فيها النظام الخلوي، وهي ليست تحصيصا فقط لكن هي تحصيص وإعادة استعمال للقنوات خلال منطقة التغطية. منطقة التغطية هي المنطقة اللي بيغطيها النظام كاملا. لابد أنك ممكن أنت تعرف منطقة التغطية للسل واحد، لكن يوجولي لما تقال منطقة التغطية هيك بدون أي تحديد يكون مقصود للنظام الخلوي كامل. Each cellular base station is allocated a group of radio channels to be used within a small geographic area called a cell. هذا الكلام مش أول مرة بنشوف. Base stations in adjacent cells, محطات السلز المتجاورة, are assigned channel groups which contain completely different channels than neighboring cells. كمان هاي ليست المرة الأولى، لا يجوز تعطي نفس الترددات بـ two neighboring cells عشان تمنع الانترفيرنس. The base station antennas are designed to achieve the desired coverage within within the particular cell by limiting the coverage area to within the boundaries of the cell. يعني المحطة بتحط مرسل، وهذا المرسل بكفي انه يرسل باور تصل ضمن حدود هاي السل، وليس مطلوبا منه ان يصل ابعد من ذلك، يجب ان لا يصل ابعد من ذلك، المفروض انه ما يصلش ابعد. طبعا هو شوفوا شو اللي بيصير يا اخوان، يعني افترض انه انت تخيلت انه هاي السل عبارة عن منطقة دائرية، على الواقع هذا لا يمكن ابدا انه يتحقق، لكن لنقول انه تحقق وحطيت البرج تبعك المحطة تبعك بوسط تماما بمركز الدائرة، وقلت أنا بدي أختار كمية الباور اللي بتصل لـ 1000 متر ولا تصل لأكثر من ذلك، هل ده كل اللي حكيناهم تحقق؟ هم صعب يتحقق، حتى أي واحد فيهم لحاله صعب يتحقق، فافترض كلهم يتحقق، يجي أنت بترسل وبتروح على بعد 1000 متر ولا الضالين تجد، ولا الضالين آمين تجد إنه فعلاً في باور لعند الألف متر. طب شو بالنسبة للألف متر ومتر؟ راح يكون في باور برضو،
ويمكن لعند ال 1100 باور 1100 متر، ويمكن لعند ال 1300 متر يكون لساته في باور. مظبوط ولا لا؟ تروح على الجهة الثانية يعني 1000 متر برضو، بس من بدل ما هي من اليمين من الشمال، أو بدل ما هي من الشرق من الجنوب أو من الشمال، وهو بتخيس عند 1000 متر بتلاقي في الشي باور، ما أجا باور كافي. بتقرب إلى 900 يمكن ما أجا، فصل شوي بس رجع. طيب تقترب إلى 900 متر يمكن لسه ما في باور، 800 700 600 لا تلاقي الباور. فإذا مع أنك أنت يعني تخيلت أنه كل الأمور ضبطت، تيجي على الواقع منطقة التغطية هي لم تكن دائرة بالضبط، مش دائرة تماما يعني، فأخذت شكل ما له علاقة حتى بالشكل الدائري. هذا طبعا إحنا ما بنقدر نعممه. ليش؟ لأنه صعب جدا تعميمه. هذا بده يكون يعني مش بس كل نظام ولا كل بلد ولا كل مدينة ولا كل قرية ولا يعني، هذا كل سل بده يكون له شكل، الله أعلم من هون طالع ومن هون نازل، ولا دائرة ولا مربع ولا مستطيل ولا أي شكل هندسي. هذا إحنا ما بنمشي عليه الكلام، ماشي، ما بنمشيش عليه. إحنا بعد شوي رايحين نحدد إنه شكل السل هو شكل سداسي، هذا على الورق، ونعرف إنه على الواقع بيكون نوعا ما مختلف، والأمور تأخذ بالنظريات العشوائية. راح نطبق مبادئ الراندم بشكل كبير حتى نتعامل مع وين الباور بتيجي وين ما بتيجي، ولما بتيجي قديه بتكون وما إلى ذلك. Otherwise الشغل بيطلع كله غلط، لأنه يعني فيش أي قانون تقرر أنه أنا من البرج لعند 1000 متر خلاص لازم يكون عندي مثلا 1 ملي وات أو أي مقدار. لو زبطت معك عند 1000 متر باتجاه معين يمكن ما تزبط بأي اتجاه ثاني غيره، يا بتطلع أقل يا بتطلع أكثر. فده بيس ستيشن أنتينز. طيب هاي ما يقصد بمنطقة التغطية، إلها صورة نظرية موجودة بالديزاين تاع النظام، وهناك الصورة العملية اللي هي موجودة على الأرض. وطبعا في فرق عمليا، في فرق بينهم، وهذا الفرق احنا بنعبر عنه بالعمليات العشوائية. أنا بدي أضطر أتوقف هون يا أخوان، احنا أوريدي كملنا الزمن المتاح لنا اليوم، بس بدي أختم عند هاي الصورة لأن هذا الموضوع تكلمنا عنه شفهيا كثير. شايفين السبعة سيلز هدول اللي باللون الأزرق، يعني درجة من درجات الأزرق عليها، في سبعة مثلهم بالأخضر وفي سبعة منهم بهذا اللون الآخر. إذا بتلاحظ تطلعوا على الـ A اللي نقول هاي الـ A بأقصى الشمال، طبعا الشمال دائما من فوق والجنوب من تحت، فالآ بأقصى الشمال بالمجموعة الأولى هاي هون وين؟ برضو بأقصى الشمال. هون وين؟ برضو بأقصى الشمال. خذ البي كيف جاي من نسبة للآ؟ جاي جنوب شرقي جنوب غربي، هون كمان جنوب غربي، هون كمان جنوب غربي، في سيمتري كاملة صح؟ هدول سبعة وهدول سبعة وهدول سبعة، ومواقع السلز النسبية نفسها. ألا تصدق الآن من هاي الرسمة أنه البعد بين أي A والA الثاني والA والA الثالث هو نفسه سيكون بين الB والB الثاني أو الB والB الثالث طبعا، والC والD والF والهدول صح؟ كل شيء منتظم هون. فبالتالي أنت إذا ضمنت أنه هذا الA يوديش انترفيرنس لهذا الA، طبعا الA مش حيودي انترفيرنس للB ولا للG ولا للE ولا للF ولا للC ولا للD. ليش؟ لأن هذول كل واحد فيهم عنده قنوات مختلفة عن الآخر، فبالتالي هاي المجموعة كاملة مش حد منها بودي انترفيرنس للثاني، بس هذا الA بيقدر يودي انترفيرنس لهذا الA، وهذا الF بيقدر لهذا الF. فالنقطة إنه إذا كان أنت الفاصل المكاني بين الA والA كافي، بيصير الانترفيرنس الجاي من هون لهون أو طبعاً من هون لهون نيجليجبل، وإن أقررنا أنه موجود. واللي بيزبط على الA مع الA بيزبط مع الF مع الF، ومع الB مع الB، أو يعني على الB مع الB، وعلى الG مع الG، وهكذا.
طيب يا اخوان، هذا اللي كنت بحاول اوصل لكم اياه بدون صوره. طيب الان صار في صوره بتوضح لك اياها، وان شاء الله المره الجايه بنكمل ونحن راح نحكي عن الصوره هاي اشياء كثيره يعني، وهي الصوره نفسها بتتكرر يعني بسياقات مختلفه، هاي هون وهاي هون لسه كمان لقدام، يعني هاي الصوره شيء محوري بالنسبه لنا. فنلقاكم ان شاء الله بكره اوكي، مشان نكمل على السيلولار كونسبت.